الآن مشاهدينا أرحب بضيفتي السيدة أماني رشيد عبر الهواء مباشرة من مصر، محللة أسواق مالية في مجموعة إيكويتي. مرحبا بك سيدة رشيد إلى هذه الحلقة. نتحدث بداية عن اجتماع الفيدرالي المرتقب غدا وتوقعات البنوك العالمية برفع الفائدة الأمريكية 100 نقطة أساس هذا الأسبوع. هل تعتقدين بأن الفيدرالي سيرفع فعلا الفائدة إلى هذا الحد الكبير؟ مساء الخير. طبعا بدأ يعني الأسواق تتأهب وتترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدا. أغلب التوقعات الآن تدعم رفع الفائدة الأمريكية بوقع 75 نقطة أساس، يعني ليكون الرفع المتتالي منذ اجتماع مارس الماضي وحتى الآن. كل اجتماع للفيدرالي الأمريكي يصاحبه قرار لرفع الفائدة، ولكن ما دعم ارتفاع الدولار الأمريكي بقوة منذ الأسبوع الماضي وحتى وقتنا هذا ليس فقط الرفع ب 75 نقطة أساس، ولكن مع وجود احتمالات أو بدء المستثمرين يتوقع بأن الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ للوقف ب 100 نقطة أساس أو 1%، طبعا بعد بيانات التضخم التي أكدت على استقرارها واستمرارها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ثمانينات القرن الماضي، وبالتالي بعد تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول والبنك الفيدرالي خلال الفترات الماضية لأن البنك ممكن أن يبدأ في التخلي عن يعني وتيرة التعافي الاقتصادي ونمو أغلب القطاعات في الولايات المتحدة في سبيل السيطرة على ارتفاع الأسعار، التي يعني بالرغم من ارتفاع رفع الفائدة مع مارس حتى الآن إلا أنه حتى وقتنا هذا لا يزال الفيدرالي الأمريكي يفشل في السيطرة على يعني معدل ارتفاع الأسعار أو معدل نمو التضخم. وبالتالي وجدنا أن هناك احتمالات وصلت لمستويات 20% أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة وقع 100 نقطة أساس وليس 75 نقطة فقط. وبالتالي حتى لو بدأ الفيدرالي الأمريكي برفع 75 نقطة أساس، نتوقع الأسواق لرفع 100 نقطة أساس قد يتسبب في استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار استعداد الأسواق العالمية لمزيد من رفع الفائدة على الأقل حتى نهاية العام الجاري، وهو ما ساهم في يعني ارتفاع الدولار الأمريكي بقوة مقابل أغلب العملات الرئيسية والسلع، وأيضا تسبب في يعني حالة من المخاوف من احتمالات ركود واستقرار أو وصول الاقتصاد العالمي لركود محتمل بسبب وتيرة رفع الفائدة بتلك الوتيرة. طيب الأسواق، أسواق الأسهم كيف ستستقبل رفع الاحتياط الفيدرالي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وأبرز التأثيرات على البورصات؟ نعم، بالفعل وجدنا أن أسواق الأسهم العالمية يعني شهدت تراجعات قوية وملحوظة خلال الأسابيع الماضية، وبالأخص منذ الإعلان عن بيانات التضخم الأمريكية والتي أثبتت كما أشرت أنها لا تزال التضخم في الولايات المتحدة مستقر بالقرب من أعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي. وبالتالي حتى لو بدأ الفيدرالي الأمريكي في رفع أو استمر الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس أو حتى 100 نقطة أساس بالنسبة طبعا للفيدرالي الأمريكي الذي كان يعني يرفع الفائدة مرة في العام أو مرتين في العام وكل مرة بربع نقطة أساس، تلك الوتيرة تعتبر قوية جدا. وبالتالي وجدنا أن هناك يعني حالة من العزوف عن المخاطرة سيطرت على الأسواق والمستثمرين، وجدنا أن أغلب الأسهم والبورصات العالمية شهدت تراجعات قوية استعدادا لاجتماع الفيدرالي الأمريكي. فحتى لو رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة ب 75 نقطة أساس قد نرى استمرار تراجعات الأسهم، ما لو كان بقى يعني 100 نقطة أساس، لو حدث هذا بالفعل قد نرى يعني مؤشرات الأسهم العالمية وأغلب البورصات تتراجع وتتهاوى، مع خاصة لو أشار الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه بالغد أنه قد يواصل تشديد سياسته النقدية ورفع الفائدة حتى نهاية العام الحالي. وجدنا أنه قبل الاجتماع الآن الداو جونز يعود، مؤشر الداو جونز الأمريكي يعود من جديد لمستويات ال 30,000 بالرغم من محاولته فالوصول مجددا ل 31,000 الا انه حتى وقتنا هذا يفشل ولا يزال يستقر بالقرب من مستويات ال 30,000. ايضا ليس مؤشر الداو جونز بس فقط، ولكن هناك العديد من مؤشرات الاسهم العالميه، مثل مؤشر الناسداك الذي وصل لمستويات ال 12,700 ومؤشر الداكس الالماني الذي استقر دون مستويات ال 12,000. وبالتالي فنحن نتحدث ليس فقط عن يعني معاناه الاسهم الامريكيه ولكن الاسهم العالميه. فلو فعلا بدا الفيدرالي الامريكي وسعر ويعني رفع الفائده ب 100 نقطه اساس واكد على ان هناك
قد يكون رفع الفائده في الاجتماعات المقبله، كما اكد على هذا المحافظ الفدرالي الامريكي في تصريحاته السابقه، فقد يؤدي هذا الى استمرار يعني تهاوي البورصات العالميه واستمرار الضغوطات على الاسهم طبعا التي يعني تتمتع بشهيه المخاطره. فلو كان هناك حاله من العزوف عن المخاطره فسيبتعد المستثمرين عن طبعا الملاذات او الاصول ذات المخاطره العاليه مثل الاسهم، والتوجه للعملات ذات العائد المرتفع طبعا على راسهم الان الدولار الامريكي. طيب، صندوق النقد الدولي صرح بانه على كبار الدائنين ومنهم الصين العمل على منع انفجار الديون. كيف يمكن مساعده الاسواق الناشئه على تسديد ديونها؟ يعني منذ بدايه العام الحالي ومن اكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد العالمي يعني مشكلتين اساسيتين تسببت في يعني تفاقم ازمه الديون او تفاقم وضع الديون بالنسبه لاغلب دول العالم. المشكله الاولى ارتفاع اسعار الغذاء بسبب طبعا الحرب ما بين روسيا واوكرانيا ونقص المعروض من ناحيه الغذاء وبالتالي ارتفاع اسعارها، ومن ناحيه اخرى ارتفاع طبعا يعني التضخم والذي ادى الى يعني توجه اغلب البنوك المركزيه وطبعا على راسهم الفدرالي الامريكي في تشديد السياسه النقديه ورفع الفائده بوتيره قويه، وليس فقط البنك الفدرالي الذي ساهم في هذا الامر، ولكن يعني رفع الفائده الامريكيه تسبب في يعني لجوء اغلب البنوك المركزيه الاخرى الى يعني محاوله يعني مجارات الامر وايضا رفع الفائده، وهو الامر الذي تسبب في زياده الديون العالميه وزياده الدين بالنسبه لاغلب الدول. طبعا اكثر الدول التي عانت من مشكلة الديون أو تفاقم أزمة الديون طبعا الأسواق الناشئة، وجدنا أن 25% من الأسواق الناشئة والاقتصادات الناشئة لا تزال تعاني من تفاقم أزمة الديون. الديون وصلت نسبتها ل 350% من الناتج المحلي العالمي خلال 2022، وأيضا تخطط حاجز 300 تريليون دولار، وليس هذا فقط ولكن هناك توقعات بالنسبة لأغلب المؤسسات العالمية والبنوك أن يعني معدلات الدين العالمي قد تتخطى مستويات 300 تريليون دولار، وبالتالي نحن الآن فعلا أمام أزمة قد تتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي في وقت ما، طالما أزمة أسعار الغذاء واستمرار ارتفاع أسعار الغذاء قائمة مع نقص المعروض بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا واستمرار التوترات الجيوسياسية، ومن ناحية أخرى استمرار الفدرالي الأمريكي رفع الفائدة والذي يدفع أغلب البنوك المركزية العالمية لهذا الأمر والذي يتسبب في زيادة الديون وزيادة الضغوطات على أغلب الأسواق العالمية. وطالما أن هاتين المشكلتين لا تزال قائمتين ستكون يعني أزمة الديون ليس لها حل حتى يبدا الفدرالي الامريكي في الحفاظ على الاسعار الفائده او ان يجد حل نهائي بالنسبه لمشكله روسيا واوكرانيا. طيب، تحدثي عن النفط والان دعيني اتحدث معك عن اسعار النفط التي تتاثر بمخاوف رفع الفائده. فالنفط المسعر بالدولار يصبح اكثر تكلفه للمستثمرين، هل يمكن تجريب النفط التاثر بالازمات العالميه ما يتعلق برفع اسعار الفائده ايضا؟ طبعا بالنسبه لاسعار النفط وجدنا انه منذ يعني تفاقم الازمه ومنذ لجوء اغلب البنوك المركزيه لتشديد السياسه النقديه ورفع الفائده وجدنا ان اسعار النفط تعاني من تراجعات ملحوظه، حيث استقر خام غرب تكساس في الوقت الحالي يعني مستويات ال 83 ووصل بالامس المستويات ال 82 دولار للبرميل في الوقت الذي يعني الامر يعني في الوقت الذي معدلات الطلب او تراجع معدلات الطلب العالميه هي المسيطره الان او هي العامل الاساسي الان الذي يحرك اسعار النفط بالرغم من مجهودات الدول الاوبك واوبك بلس في السيطره او في محاوله استقرار اسعار النفط، الا ان مشكله الطلب العالميه وتراجع معدلات الطلب العالميه تسبب في استمرار الضغوطات على اسعار النفط، وهذا الامر يعود بشكل اساسي الى مخاوف الركود المحتمله واستمرار المخاوف المتعلقه بانهيار الاقتصاد العالمي او معاناته من الركود بسبب طبعا سياسات البنوك المركزيه ورفع الفائده والتي تتسبب في الضغط على الاستثمارات والضغط على الاقتصادات ويعني اغلب القطاعات داخل تلك الدول، وبالاخص طبعا وعلى راسهم كما اشرت الفدرالي الامريكي الذي واصل تسريع وتيره التشديد النقدي في محاوله للسيطره على ارتفاع
الاصابه، ولكن حتى وقتنا هذا يفشل الفدرال الامريكي في عوده معدلات التضخم لمستويات ما قبل 2022، وبالتالي هذا الامر قد يتسبب في يعني استمرار الفدرال الامريكي في رفع الفائده بمعدلات اكثر، وهذا ايضا قد يؤثر على معدلات الطلب العالميه الفتره المقبله ليضغط على اسعار النشط في النهايه. في ظل أزمة الطاقة العالمية، تعمل بعض يعني البعض يعمل بالعودة إلى مصادر أخرى كالفحم، وبدأت دول أوروبية يعني تلجأ إلى الفحم، مواطنون أوروبيون يلجؤون إلى الفحم. كيف أثرت إذن العقوبات الغربية على موسكو وعلى العالم ككل وليس فقط يعني موسكو؟ طبعا بالنسبه لاهم المشاكل التي واجهت الاقتصاد العالمي في 2022 هي نقص امدادات الطاقه والغذاء طبعا بسبب الحرب ما بين روسيا واوكرانيا منذ فبراير الماضي، والعالم يعاني من ارتفاع اسعار قوي ونقص في المعروض بالنسبه لاسعار الغذاء والطاقه، وطبعا اكثر الدول المتضرره من هذا الامر وبالاخص بالنسبه لملف الطاقه هي طبعا دول اوروبا لانها تعتبر كانت شريك تجاري اساسي مع روسيا، وبالتالي ففرض العقوبات على روسيا تسبب في تراجع امدادات الطاقه في اوروبا، حتى لو بدات يعني الاتحاد الاوروبي والمنظمات العالميه في محاوله ايجاد حلول كما اشرت لعوده الاعتماد على الفحم، ولكن طبعا بالنسبه للطاقه والغاز في اوروبا يعني يعتبر يعني من اهم اولويات الاتحاد الاوروبي، من اهم اولويات الاقتصاد الاوروبي عامه. احنا لقينا نقترب من فصل الشتاء، وكلما اقتربنا اكثر كلما زاد استهلاك الغاز بالنسبه لاوروبا، وبالتالي يضغط ايضا على الاقتصاد الاوروبي، حتى وجدنا ان يعني الاقتصاد الاوروبي لا يزال يعاني ما بين ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل لاعلى مستوياته منذ نشاه المنطقه، وما بين يعني واضطرار البنك المركزي الاوروبي لرفع الفائده للسيطره على ارتفاع الاسعار، وما بين ان الاقتصاد الاوروبي لا يزال يعاني من ضعف او معاناه في اغلب القطاعات بسبب طبعا الملف الروسي الاوكراني وتراجع الامدادات بسبب العقوبات على روسيا وعدم ايجاد حلول كامله، حتى لو بدا يعني الاتحاد الاوروبي في ايجاد حلول الا انه لا يزال يحتاج الى الغاز القادم من روسيا والعلاقات التجاريه الروسيه، وهذا الامر تسبب في الضغط على الاقتصاد الاوروبي ومعاناه اغلب الاقتصادات واستمرار حتى يعني تراجع قيمه اليورو بالرغم من محاولات البنك المركزي الاوروبي لمنع هذا الامر. الان لو تحدثنا عن العملات يعني العملات المركزيه او العملات المشفرة، نبدأ بالعملات الدولار واليورو وباقي العملات، كيف تقيمين أداء هذه العملات؟ منذ بداية عام 2022 ونحن نرى الدولار الأمريكي في اتجاه واضح صاعد، خاصة مع يعني بدء الفدرالي الأمريكي في رفع الفائدة منذ اجتماع مارس الماضي، هذا الأمر ضغط على أغلب العملات على الصعيد العالمي، طبعا مثل العملات الرئيسية مثل اليورو الذي يعني تراجع دون مستويات الدولار، الجنيه الاسترليني الذي وصل لمستويات 1.13، الين الياباني الذي وصل لأقل مستوياته منذ يعني 1998 مقابل الدولار، طبعا مع تباين أداء السياسات النقدية ما بين بنك اليابان الذي يواصل يعني وتيرة التسهيل النقدي أو السياسة النقدية التوسعية، وما بين الفدرالي الأمريكي الذي يواصل رفع الفائدة بوتيرة قوية، وبالتالي يعني أيضا بالرغم من محاولات البنوك المركزية الأخرى في رفع الفائدة والسيطرة يعني على انهيارات العملة، ولكن الاقتصاد أصلا الاقتصاد الأمريكي يعني بالرغم من حالة الضعف التي تنتابه ومعاناة بعض القطاعات إلا أنه لا يزال الأقوى مقارنة مع بقية الدول الأخرى أو مقارنة مع بقية الاقتصادات الأخرى التي تعاني بشكل واضح بسبب الحرب ما بين روسيا واوكرانيا واستمرار في رفع الفائده والضغط على قطاع الاستثمارات والاقتصاد بوجه عام، وبالتالي طالما استمر الفدرالي الامريكي في رفع الفائده بوتيره قويه، وطالما يعني دعمت نوعا ما البيانات الاقتصاديه هذا الامر، يعني طالما يواصل الدولار الامريكي ارتفاعه مقابل اغلب العملات الرئيسيه واستمرار معاناه اغلب العملات وبالاخص حتى نهايه العام الحالي. طيب الآن الذهب، يعتبر الذهب ملاذ تحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدة، لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدة سندات الخزانة، برأيك هل ما يزال يشكل ملاذا آمنا للمستثمرين في ظل التضخم؟ وأيضا فاتني سؤال عن الدولار سأسأله بعد هذا السؤال المتعلق بالذهب. طبعا
بالنسبة عندما نتحدث عن الذهب برغم كما أشرت أنه يعتبر ملاذ آمن للتحول ضد التضخم، وبرغم من استمرار ارتفاعات التضخم العالمية لأعلى مستوياتها، ولكن هناك العديد من الضغوطات التي تسيطر أو تضغط على الذهب، خاصة ارتفاع الدولار الأمريكي. كما أشرت أن الدولار الأمريكي يرتفع مقابل أغلب العملات والسلع، استمرار رفع الفائدة الأمريكية واستمرار توجه البنوك الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بوتيرة قوية تسبب في الدعم الدولار الأمريكي مقابل السلع المقومة بالدولار، خاصة أن نحن نتحدث عن الذهب وبقية السلع التي تعتبر بدون عائد، وبالتالي رفع الفائدة الأمريكية بتلك الوتيرة تضغط على أسعار الذهب. وجدنا أن الذهب أسعار الذهب العالمية تراجعت لمستويات 1667 دولار للأونصة، ويعني كسرت حاجة أو كسرت أقل مستوياتها منذ 2021 طبعا، وعادت لمستويات 2020، وهذا يعود بشكل اساسي لاستمرار رفع الفائده الامريكيه. وبالتالي لو فعلا بدا الفيدرالي الامريكي واكد خلال اجتماعه غدا انه قد يواصل تشديد السياسه النقديه وقد يواصل رفع الفائده على الاقل حتى نهايه العام الحالي، فقد يضغط هذا على اسعار الذهب في الفتره المقبله، وقد نراه يعود من جديد دون مستويات 1660 دولار للأونصة. طيب أعود إلى الدولار، تحدثت عن أن الدولار يسير باتجاه تصاعدي منذ فترة طويلة، يعني أكثر من 6 أشهر، إذا أيضا حديث عن مخاوف تضخم ركود رفع أسعار الفائدة، المفارقة هنا بين هذين الأمرين. نعم طبعا، عندما نتحدث عن الدولار الامريكي هناك عاملين اساسيين يدعمان استمرار ارتفاع الدولار الامريكي. الاول طبعا استمرار رفع الفائده الامريكيه واستمرار توجه الفيدرالي الامريكي لتشديد السياسه النقديه، واحتمالات رفع 75 نقطه اساس او حتى 100 نقطه اساس، وهناك احتمالات ان يواصل الفيدرالي الامريكي رفع الفائده حتى نهايه العام. كل هذا دعم الدولار الامريكي ودعم جذب رؤوس الاموال العالميه الى الولايات المتحده والى الدولار الامريكي. ايضا هذا الرفع ووتيره الرفع ووتيره تشديد السياسه النقديه في العالم كله تسبب في مخاوف ركود محتمل طبعا، لان رفع الفائده تسبب في ازمه ديون قويه واستمرار او احتمالات ركود اقتصادي بسبب طبعا تباطؤ اغلب القطاعات وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب بسبب رفع الفائده. وبالتالي الان الدولار يرتفع بسبب رفع الفائده، ومن ناحيه اخرى انه عمله الملاذ الامن الاقوى. الان المستثمرين يبتعدوا عن الذهب كملاذ امن ويتوجهوا الى الدولار بسبب مخاوف الركود، لان مخاوف الركود واستمرار رفع الفائده لن يدعم ارتفاع الذهب ولن يدعم الطلب اصلا على الذهب، لانه هذا المعدن يعتبر من السلع المقاومه للذهب. فالملاذ الامن الوحيد الذي يلجا له المستثمرون في حاله الركود الاقتصادي ورفع الفائده هي العملات، وطبعا على راسها الدولار الامريكي مع استمرار تشديد السياسه النقديه بوتيره قويه. وبالتالي حتى لو وجدنا ان هناك احتمالات ركود، فقد يكون الطلب على الدولار كملاذ امن هو الاكثر. السيده اماني رشيد، محلله اسواق ماليه في مجموعه ايكويتي عبر الهواء مباشره من مصر، شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته لنا من إجابات وإيضاحات في هذه المواكبة، شكرا جزيلا لك.